بس السؤال ماشي واش يعني لا بارتيكولاريتي ولا لونيفورميتي، حيت ديجا ملي كنحطوا هذا السؤال بحال هكا يعني اوتوماتيكمون واحد خاصو يختار لا ولا لوتر. الوغ ديجا ملي كتختار لا ولا لوتر سافيديك بان خليتي واحد ودرتي واحد الاخر، اذا اوتوماتيكمون بحال بغيتي يعني عندك درتي هذا الاختيار هذا حس شي حاجه حسن من الاخرى. انا جو دير باك سي جوتيليز با هاد لو مون جينيرال سي با ان سوسي دو لا سوسيتي، لان الا حطيناه في نوبتيك بانها شي حاجه كي فا مال دونك اوتوماتيكمون سي مال اللي خاصو نلقاو ليه اون سوليسيون. انا جو فو ديفيرمون بان سي هذا سي دوني سي يعني بغيناها ولا كرهناها، بان العالم اللي كنعيشو فيه دابا فيه هاد لي فاريابل كاملين. دونك هاد لي فاريابل كاملين عندنا جوج دي بوسيبيليتي، اما نساوهم اون استيم بان ساكزيست با ونسو ديرها الناس مختلفين، دونك هنا كنخرجوا دي ناريتيفز يعني دي زيستوار بحال ليكسيبسيون، حنا احسن من الاخرين، حنايا وني كوم سا لوتر اللي كوم سا، دونك اوتوماتيكمون انت تو ديفيني يعني فيرسوس كيكان دوتر، او تو ديفيني با بارابور لك شنو اللي زعما اللي بحال الحال، ولكن لا ديفينيسيون على حسب شنو اللي انت مختلف منه. لو دوزيام نيفو هي ماكدونالدز، يعني ليدي ديال لا فرانشيز، ليدي ديال لا فرانشيز بان الاسباب ديالها مختلفين، بان كل شيء غادي نعمم غير بور لو بور ليكزيرسيس، كلشي باغي يدير نفس الحاجه وياكل نفس الحاجه ويقرا نفس الحاجه ويعطي نفس الحاجه، وهذا جاي من موديل ديال 19 سيكل ديال لا ريفولوسيون اندستريال. علاش المدرسه كنقراو كاملين في المدرسه بنفس النيفو؟ علاش؟ باسكو واحد عنده 5 سنين وواحد عنده 6 سنين سي لو بوان كومون اللي الناس كاملين في لا ميم ايكول، لان كانت ليدي القديمه ديال لو سول فاكتور كومون هو لاش. الوغ كو دابا اكتيلمون مايمكنناش نعتبر بان عندنا هاد لاندستريالزاسيون، لان دابا حنا في العالم ديال لو سور ميزور. لو سور ميزور في كلشي. انا قريت واحد الارتيكل البارح كيهضر على القضيه ديال اليونيفورميتي، كيهضر على ستاربكس الا كنتو كتعرفوه. ستاربكس كاين سين شين ديال لي كافي يلا تقريبا عندي واحد انا ما عاد دخلت المغرب. دونك ستاربكس عندك واحد لي شوا دو كافي اللي هما انترناسيونو. دابا اون بار دو اليونيفورميتي، واش غادي ناخذ ان فرابوتشينو في 50% ديال هادي 20% دو سكر 30% دو هذا، ولا اليونيفورميتي سي دون لو فات بانك انت من هذيك لا جينيراليتي اللي عندك شنو هي الحاجه دي ديفيرونت اللي انت يمكن لك تاخذها في هذاك لو في هذاك لو تا. دونك السؤال هو اكبر من هذا، سي انا اون طونك بيرسون شنو هو يعني داك لا ليبرتي انتليكتوال اللي عندي باش يمكن لي انا نعرف شنو بغيت في المجتمع اللي انا عايش فيه، وشنو هو الحاجه اللي يمكن لي نخلق المجتمع ديال المستقبل. دونك الجواب سي با سا او سا سي بون، فو دابور ديفينيغ شنو هو هذا وشنو هو الاخر، اي با ديفينيغ يعني دو مانيير يعني نيجاتيف، يعني ماشي هذا سي بيان وهذا سي مال، مي فو كونيتر ان تي بو داك ليكزيستون اللي عندك. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui le système éducatif tel qu'il est, disons en général, hein, comment il est uniformisé, est-ce qu'on peut dire qu'il tue en fait cette la particularité? Ramdé, voilà une question basique. Je connais une demi-heure cora. La demi-heure est zidée. Mais même si je connais quatre ou cinq personnes, je connais une demi-heure cora. Alors, est-ce que je vais zidée là, zidée donc bien. هل علاش هاد المثال ديال ابخي ملي نقول لكم اللي عندهم مع الكره اش من فرقه؟ اش من فرقه؟ ها؟ بارسا، ريال، رجاء، ايتترا. با فورسيمون ياك مزيان اللي كيلعب مزيان مع الرابحه على حسب فين هو. هاد السؤال اللي يقدر يكون بسيط، بحال سولتكم شكون اللي هنايا مغربي؟ شكون اللي مغربي؟ شنو هي مغربي؟ شنو هي؟ شنو هي؟ قارنوا ما بين هاد الأسئلة جوجهم اللي هما بسيطين، يعني ما عندهمش علاقة زعما فبيت ما كما ندير راكيت ساينس، ماشي حاجة صعيبة باش نفكروا فيها. تفضل. اوكي يقدر يكون عندي باسبور احمر ويكون انا بالنسبه لي مغربي. انا جاي لهاد ليدونتيتي اصبر شويه. يعني 99% ديال الحالات هاد لي دو كيسيون هما تري سامبل ديال الكره وديال الجنسيه. الجنسيه علاش انت مغربي؟ حيت كما كيقولوا هابند زعما تزاديتي في واحد لوندرو جيوغرافيك. هذاك لوندرو جيوغرافيك ولا لا فيلياسيون ديالك اللي هي العائله ديالك اللي هي عندها هاد اللي كتنتسب لهاد المنطقه.
انا غادي عجبتني بزاف هاد النقطه اللي قالها السي انيس على لي ميغراسيون ولا لو موفمون. انا كنحكي نفضلها نسمي هاد لا موبيليتي ولا هاد لو موفمون، لان لا موبيليتي لو موفمون هو نسونه كونيه. واخا الناس كانوا سيدونتير ولكن كانوا يعني جالسين يعني في المنطقه واحده، ولكن كان يكون كان دائما كيكون واحد النوع ديال التنقل. الاشكاليه الكبيره يعني في بالنسبه للسؤال ديال الهويه او الجنسيه هي ماشي حيت انت سبحان الله تزاديتي في واحد البقعه في واحد الزمكان محدد، بانك انت اوتوماتيكمون كتنتمي لهذاك لهذيك المجموعه، لان ماشي ضروري بان هذيك المجموعه خصوصا ان ما كانش عندها واحد النوع ديال القيم. حتى الحين ما كاينش دائما تيقول لك هذا لي زيدونتيتي لي فالور سيتيرا بور مو سي نابورت كو. علاش؟ لان دابا في المومو اكطويل ما كنقول بانها هما القيم ديال المجتمع، لان المجتمع عمره ما جلس مع بعضياتو وما يمكنليش يجلس كامل باش كله يتفاهم على شنو هما القيم اللي شنو هما القيم اللي كيجمعوه. هنا فين هذاك لو شيما اللي دير قبيله السي العربي ديال هذاك لي فالور هيستوريك، اللي هما هيستوريك اما او الدين او اللغه. انا شخصيا ما كنعجبش بزاف هذا ديكوتومي، لان بحال دابا في القرن 21 دابا 22 عندنا لوروب كتعتبر راسها غادليس سوسايتي، اللي هي مجتمع لا ديني. لا هو مجتمع لا ديني، هو بحد ذاته دين بطبيعه الحال، لان ما نقدرش نقول بانه هو ماشي دين. وفي اوروبا دابا بزاف الناس كيعتبروا راسهم اوروبيين، ما كيعتبروش راسهم يعني واش ايطالي او لا او الفرنسي. ديك لا سوبرا ناسيوناليتي، هاد لا سوبرا ناسيوناليتي اللي مبدا اللي هو اكبر منها. دونك يعني السؤال المهم اللي عنده العلاقه مع الكره والجنسيه هي علاش كنطرحوا راسنا هاد الاسئله؟ لان ما فكرناش فيهم اصلا، اللي هو الفرق اللي عجبني بزاف، الفرق ما بين التفكير والعقل. لان هذاك لو سيستيم اللي كنقراو فيه ماشي في المغرب، يعني نيمبورت كيل سيستيم كما كان هو كينتج دي برودوي منتوجات. هاد لي برودوي اللي باش يكون باش تحكم فيهم بطريقه بسيطه خاص تعطيهم واحد لو غيد مانيوال اوبيراتوار، خاص تعطيهم واحد بحال واحد لي كونسين. لهاد لي كونسين هادو خاصهم يتزرعوا في الناس كاملين باش تقدر انت تحكم فيهم، تحكم يعني سون جوجمون، يعني ما كنقولش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، مي غتحكم. دونك غتحكم في الطريقه ديال التفكير ديالهم، دونك غتحكم في طريقه التفكير ديالهم، اذا غتحكم في المشاعر ديالهم، اذا غتحكم في الانتماء ديالهم، اذا غتحكم في القرارات ديالهم. الاشكاليه الكبيره هي ماشي واش الخصوصيه او الوحديه، هي كيفاش انت كيكون عندك مجموعه ديال الناس ما كيفكروش اصلا باش يختاروا بعدا شنو هو هذاك التوجه اللي هو بالنسبه ليهم يصلح ليهم. اذا كيولي عندك يعني مجتمع ان اكزومبل تري سامبل، دابا في العالم كامل الا بغيتي تكون كتلبس مزيان او لا مشيتي لشي ان ايفينمون ولا شي حاجه، المال فورمال دريس هي خاص تكون لابس كوستيم كرافات. هاد كوستيم كرافات هادي سي دوفني نورم. راه هو السؤال المهم، بزاف ديال الناس ما كيفكروش في هاد لا نورم، منين جات اصلا وعلاش انايا غادي نمشي غنتبع هذيك لا نورم حيت الناس كاملين كيديروها. ولا حصلت لكم الفرصه بان مشيتوا يعني زرتوا بلايص اخرين غتلقى ما كاينش الفرق، كلشي لابس كما اتاين السود، كلشي لابس كوستيم كرافات بنفس الطريقه. دونك هنا ملي غتجي غتقول ايوا دابا شنو هي الفرق ما بيني عاد بخي، شنو هو الاكستريم انفيرس؟ الاكستريم انفيرس اللي هو خطير هو اللي هو ديال بحال ليكسيبسيون، ليكسيبسيون ماروكين انا ليكسيبسيون هذه يعني الاستثنائيه، او لا حنايا كناكلوا سكسو ولا كان جو سي با كنلبسوا هذه. وهادو سي دي براتيك، هاد لي براتيك يعني عندهم تما واحد الزمكان ديالهم محدد، يعني ما يمكنليش نعرف انايا بالهويه ديالي بمجموعه ديال العادات، لان ديك العادات يمكن لهم يختلفوا. وهذا الشيء كامل نتيجه من واحد الطريقه ديال التفكير اللي في واحد 99% ديال الحالات يعني داك لو سيتوان لامدا يعني الشخص يعني العادي ما كيفكرش فيها، غير غادي بحال فين غادي بيا خويا، غادي بالنسبه لك عادي. الناس كيديروا هكا بهذه الطريقه كنبقاو غاديين بطبيعه الحال، حيت انت دخلتي واحد لو سيستيم ايدوكاتيف او لا ديزيدوكاتيف يعني العكس اللي نتجك انت بهذه الطريقه. دونك السؤال المهم باش نسالي هذه النقطه هذه هي الاهميه ديال التفكير والاهميه ديال العقل، لان كل واحد هو مسؤول ماشي باش يقول لي انا خاصني نكون هيبي
يعني زعما انا خاصني كونتر هذيك لا توندونس، ما خاصني نبعد من داكشي اللي كيديروا كاملين، ما خاصش نهضر بالفرنسي، ما خاصش نهضر بالعربيه، ما خاصش نهضر بهذه، خاصني نخترع واحد ليدونتيتي ديالي انا بوحدي، حيت انا بوحدي. هذا سان اكستريم. اولا نقول لا، العالم كامل لا توندونس كتمشي في هذه الجهه، خاصنا كاملين نمشيو في هذه الجهه. دون لي دو كا ما كنفكرش على راسي، ما كنفكرش انا اصلا شنو الحوايج اللي انا كيعرفوا بيا واللي بالنسبه لي بغيتهم انا يعرفوني بالنسبه للناس. وهذه كامله نتيجه واعيه ولا واعيه من قرارات فرديه لكل واحد زعما تحنا لهم في المسار ديالنا. مزيان جيتنا للاخر باسكو فات سير عندي واحد ناخذ لي دو مو اللي تقالوا كي سو امبورطون. كاين واحد واحد بحال مو افريكان، هي اللغه اللي كي بارلي في افريك دو سود، سميتو اوبونتو. اوبونتو شنو كيعني؟ الناس اللي عندهم اللي كيفهموا شويه في الانفورماتيك سمعوا هذا المو هذا. الاوبونتو شنو كتعني؟ اي ام بيكوز يو ار بيكوز وي ار، انا اكون لانك انت تكون لان نحن نكون. هذا واحد المفهوم اللي هو يعني متجذر يعني في الحضاره الافريقيه كامله، لان عندها علاقه بان ما كاينش واحد اللي هو بوحدو. وهذاك اكون لانك انت تكون هي ماشي راها كوز و كونسيكونس، يعني في نفس الوقت. المود لافان ديالي هي باش نختار الهويه ديالي، لالتيغاتي ولا ديفيرسيتي ولا اش من نوع ديال الافيلياسيون، خصني بعدا نختار. الا انا كشخص ما اختاريتش، يعني درت واحد العمل فكري نقدي باش نختار يعني التوجه ديالي والهويه ديالي، ما غيمكنليش انايا نعيش يعني بواحد تناغم مع راسي ومع الافكار ديالي. لان شنو هما القيم؟ القيم هي ماشي كلمات، القيم هي كيفاش يمكن لك انت كتطبق هذه القيم على ارض الواقع، خصوصا في ايام الازمات. كونفورميتي، يونيفورميتي، سانغولاريتي، هادو كاملين سي دي شوا، و سي ان شوا اللي خاصني انا نديرو دو مانيير كونسيونت، ماشي ما خاصش يديرو شي واحد اما بلاص. وديك الساعه تقدر نعيش مزيان في العالم، لان ماشي شي واحد جو سوي با كيكان اوتر، انا جو فورس با سور كيلكان. اي دونك ليدي دوبليجي شي واحد باش يدير شي حاجه بواحد الطريقه ما غتكونش، علاش؟ ان كل واحد عنده هذه الاستقلاليه ديال التفكير باش يقدر يتخذ قرار ديال راسو وسيي راسو. شكرا.